بسجل مليء بالجرائم والانتهاكات وسيرة ملطخة بالدماء في الشرق الأوسط، تدرج هذا الرجل في مناصبه وصولا لقيادة فيلق القدس، الفيلق المسؤول عن إدارة الأذرع الموالية والميليشيات المتطرفة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. عامل البناء الذي تخصص في هدم السلام والأمان، إنه الأكثر دموية في العالم والعقل المدبر لنشر العصابات الطائفية، قاسم سليماني. صاحب السجل الأسود الذي ولد في مارس عام 1957 للميلاد بمحافظة كرمان الإيرانية لعائلة فقيرة، ليترك مقاعد الدراسة ويبدأ كعامل بناء ثم عاملا في دائرة مياه بلدية كرمان. كانت شرارته الأولى عبر الانضمام للحرس الثوري في مطلع الثمانينيات، ليقود فيما بعد وحدة فيلق ثأر الله، مشاركا في حرب الثمان سنوات الإيرانية العراقية التي خلفت أكثر من مليون قتيل وخسائر مادية طائلة. وفي عام 1997 للميلاد، وأثناء تصاعد التوتر بين إيران وحركة طالبان خلال حكمها لأفغانستان، درب سليماني المقاتلين العرب ليستخدمهم في الحدود الإيرانية الأفغانية. من سار في طريق الخراب والدمار حتى قاد فيلق القدس، فيلق القتال والتشريد في المحيط العربي، وذلك لتنفيذ المخطط التوسعي عبر زعزعة استقرار دول المنطقة. في مايو من عام 2011 وضع سليماني مخططه الإجرامي لشن هجمات إرهابية على السفارة السعودية في الأرجنتين، بالإضافة إلى محاولة اغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير في أحد المطاعم بواشنطن. طالت يده مختلف الصراعات في العالم العربي والشرق الأوسط، ففي العراق اعترف سليماني بتأسيس ميليشيات الحشد الشعبي بعد أن ساهم بتمهيد الطريق لوصول مقاتلي تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى العراق عبر إيران، ليكون الشيطان المدبر لإيقاد الفتنة والطائفية في العراق. وفي سوريا كان له التأثير الحاسم على مسرح العمليات بعد أن جلب 70,000 مقاتل من الميليشيات والكتائب الطائفية من العراق ولبنان وإيران، ليصنع بذلك صراعا طائفيا لصالح المشروع التوسعي. كما أشرف بنفسه على عدة معارك في حمص وريف اللاذقية وحلب. راح ضحيتها عشرات الآلاف من السوريين وتهجير قسري لمئات الآلاف. في اليمن ساهم سليماني بالتمويل والتدريب في انقلاب الحوثيين على السلطة، وذلك الانقلاب الذي حول اليمن السعيد إلى ساحة حرب راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، بالإضافة إلى نشاطاته الإجرامية. قام جنرال الدم بتهديد الأمن لمجال النفط والطاقة عالمية عبر الاعتداء على ناقلات النفط العالمية في الخليج العربي، ومرة أخرى في ضرب المنشآت النفطية بجيك وخريص في المملكة العربية السعودية. في تمام 1 صباحا في 2 يناير عام 2020 فرح العراقيون وطرب السوريون وسمع من في اليمن خبر مقتله بعد تعرض موكبه للقصف في محيط مطار بغداد، إعلانا لقطع اليد الأكثر دموية وخطورة في المنطقة. عبد الرحمن عبد الله، MBC.